أسعد مساكم مستمعينا، بعدنا في قاعة المركز في حرفيش. احنا ايضا بالشعر بلال ابو غوش من نغار، من قرية نغار. تشرفنا بلال. بلال، شو بتحب تسمعنا هيك اشي حلو، خاصة انه اكثر هالبرنامج هذا رح يكون عندي كمان اكثر شيء على فيسبوك، فشو ممكن تسمعنا الاصدقاء في فيسبوك كلمة حلوة؟ احنا بنحب نقول للاصدقاء في الفيسبوك هيك ردة غزل، لأنه فش أحلى من الغزل. طبعا شو لك إيه؟ أوف 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 أوف، شقرة وحلوة ومترسيك السايقة، وباينتها من النوم هلق فايقة. أيوة. طلعت فيها شفتها متذايقة، ومزاجها علقم مرار وذايقة. حوا يا عالم مثل قهوة مفورة، مش طيبة عالريق إلا رايقة. الله. سيد بلال، حسب ما أنا سمعت إنه أنت كنت في حفلات، أحيات حفلات في الأردن، وكان كثير لك شعبيتك في الوسط العربي بالصوت الزجلي الجميل، فهل يا ترى عندك رسالة معينة حابب كنت تعطيها للأمة العربية بالزجل تبعك؟ صراحة لما إحنا كنا في حفلة الأردن، كانت هاي الحفلة من واحدة من الحفلات اللي هي بداية شق الطريق بين الزجل الفلسطيني والزجل اللبناني. اليوم في بلادنا، يعني بتسأل كل إنسان بيسمع زجل وبيكتب زجل وبحضر حفلات زجل، بيقول لك إنه من المستحيل إنه يلتقي الزجل الفلسطيني والزجل اللبناني لمن كان. اليوم تغيرت تغير هذا الشيء. يعني مستحيل يلتقي. كان يفكروا إنه الزجل اللبناني له مرتبة خاصة فيه وإله لونه الخاص وبيغنوه بس لبناني. ما حدا توقع انه في يوم من الايام برضو فلسطينيه يغنوا الزجل اللبناني ويتقنوه ويغنوا مع الزجال اللبنانيه ويطلعوا في نفس المرتبه، يعني ما يكونش في، بتحسش انه في شاعر بيفرق عن شاعر اخر. هل الفن العربي مضطهد في اسرائيل حسب وجهه نظرك؟ حسب وجهه نظري طبعا. ما له شعبي، ما له ناس اللي تقدروا مثل الشعوب العربيه كلبنان او الاردن او هذا. صحيح، هذا شيء واضح، ما فيش عليه جدال. يعني ما هذا سؤال، انا حسب رايي واضح. يعني ما لما بتلتقي هون بشعراء اللي هناك والزجل اللي هناك، بتحس حالك نفس الشعور اللي بتلتقي مع زجلاء، مع صاحبين شعراء زجل بمنطقة أخرى بالدول العربية مثلا كالأردن أو طبعا. لا، لأنه أول إشي لأنه الزجل إحنا مسمينه، إحنا بنقول الزجل اللبناني. اليوم الزجل يعني أكثر شعبية له في لبنان موجودة. هذا السبب اللي بيخلي زجالة لبنان يمكن شوي بارزين أكثر من غيرهم، وإلهم شعبية أكبر. مش القضية، مش قضية بس شعبية. أم الزجل وين؟ القضية مش بس قضية شعبية، القضية هي قضية الشعب نفسه. هل الشعب بتذوق هذا النوع من الفن ولا لا؟ يعني مثلا أنا إلي أصدقاء مطربين، أصدقاء اللي أنا وياهم ربينا مع بعض، وهن اليوم مطربين بيغنوا، ما بيغنوا إشي اللي هن بيطلعوا منهم، بيغنوا لمطربين ثانيين، لوديع الصافي، لفيروز، ويمكن ما بيقدروا يتقنوا الغناء اللي بيغنيه وديع في نفس الدرجه وفي نفس الرتبه، لانه غناء وديع لوديع، غناء وديع لوديع. ومع هذا عندهم حفلات كل اسبوع او مرتين في الاسبوع او ثلاث مرات في الاسبوع على مدار السنه، وفي الصيف تقوى عندهم الحفلات اكثر لانه اخرى بيشتركوا في الاعراس وفي المناسبات السعيدة. شو ممكن تعمل تقوي هذا النوع او هذا اللون هون في اسرائيل؟ المفروض انه دائما نعمل حفلات كيف احنا عم نسوي اليوم، وقديش بنقدر احنا نساعد بعض ونكون ايد وحده الشعراء، ومش نطلع على المنبر ونضرب واحد يضرب الثاني. في العكس، لازم نطلع على المنبر ونضلنا اخوه واصحاب واحباب، ولما شاعر مننا بيطلع وبيعمل حفله كبيره لازم الشعراء الثانيين برضو يشدوا على ايده ويقولوا له بالتوفيق وبالنجاح، واذا بتحتاج اي مساعده. مش الشيء اللي موجود اليوم، هي وحده، هي رساله لكل الشعراء انا بوجهها، وبوجه رساله برضو للشعب العربي كاجمع. يجي اليوم يحضر حفلات الزجل، يجوا اول باول يشوفوا اذا حفلات الزجل مش عم تعطي المستوى المطلوب منها، بعدين ما يجوش الحفلات. اما يعني انا شايف انه اليوم الحفلات عم تعطي مستوى، يجوا في الخطوه الاولى يحضروا اول حفلات ويشوفوا المستوى اللي عم يعطيه. عندنا مستوى، انا حسب رايي اليوم عندنا مستوى لا يقل عن المستوى اللبناني بتاتا.
لا يقل. لانه هيدي موهبه انا بامن هي ما دخل هيدي موهبه. مشان هيك الشعر الزجري ان كانوا هون ولا لبنان ولا مما كان انا ما بامن انه في حدا احلى من حدا. حتى بال ممكن ما تلاقوش الاطار تبعكم اللي لكم بس فقط في الدول العربيه، ولكن انا بامن ان الموهبه الانسان الموهوب موهوب مكان. صحيح. ليس المكان اللي بيحدد شو انا، ولكن انا احدد شو المكان وموهبه تحدد هيدا الشيء. بلال وبلال كثير حب يعطينا جمله للفيسبوك، اصدقاء الفيسبوك تحيه لجميع اصدقاء الفيسبوك مع مليون لايك مني ومن بلال، نشوف شو ممكن يهدينا. يا ابن ادم بالرساله لا تشك، ظلك عفن بلادنا والزجل رك، ولا تخاف عالكلمة الأصيلة لا تضيع، ما زالنا عم نلتقي بالفيسبوك، ما زالنا عم نلتقي بالفيسبوك. شكرا لك، انا بتمنى لك النجاح. بتعتبها بتعتبها، يلا تفضل. اوف الله. ندهت قال مشغولي بستها، ندهت قال مشغولي بستها، وتقرب صرت داعب بستها، ولما تقربت مني بستها عخدي طبع كفوف اللهب. الله الله.